فعلا المشروع هنا استاد النادي المصري الجديد مشروع قومي محترم لأهالي بورسعيد وجميع النادي المصري. الحمد لله احنا حاليا وصلنا لمراحل متقدمة جدا في الأعمال الإنشائية، وصلنا يمكن ل80% من أعمال إنشاء المدرجات. ان شاء الله قدامنا يمكن شهرين ل 70 يوم ان شاء الله نخلص الاعمال الانشائيه كلها المدرجات. الفتره الجايه ان شاء الله نبدا في اعمال النجيله ان شاء الله، بدانا يعني هنبدا ان شاء الله التاسيس بتاع النجيله من اعمال صرف وري. الفتره الجايه كمان هنركب الكراسي ان شاء الله بعد دهن المدرجات، بحيث ان احنا قدامنا مثلا مش اقل مثلا من سنه من دلوقتي نكون مخلصين الاستاد باذن الله على اعلى مستوى ان شاء الله. يعني احنا الاستاد عندنا مكون من اربع اجزاء رئيسيه، مبنى المقصوره الرئيسيه وده عباره عن اربع مدرجات اربع مستويات، وقصاده في الجهه الشرقيه مبنى الفندق للعيبه ومعاه ثلاث ليفلات من المدرجات، ومعانا الجزء الجنوبي والجزء الشمالي عباره عن مستويين من المدرجات خلف المرميين. الاستاد بيتكون من مقصوره رئيسيه هي عباره عن اربع ادوار، فيها صاله كبار زوار وفيها قاعه للترجمه مزودة بأحدث نظم الترجمة، وعندنا برضو فندق اللعيبة عبارة عن 21 غرفة فندقية متشطبة على أعلى مستوى. الاستاد هنا استاد أوروبي بكل معاني الكلمة. استاد النادي المصري إن شاء الله بإذن الله هيبقى تحفة معمارية تليق بالنادي المصري وبمحافظة بورسعيد، وهيبقى فخر لكل اللي اشتغل فيه إن شاء الله.